خويا قال لك ديك كورونا جاو صحاب الوقايه المدنيه جاو صحاب اسعافات جاو داروا شي لعيبات داوها دابا جايين بغا يديو ملي جاو دابا اليوم خويا قال لك راه داك الشيء الفيروس ترفري قال لك الفيروس فري قال لك راه تعلمات الحاله وشتو الموبيل كامل كاع طلعوا بهذاك الدواء ديالو وكذا باقي شي حالات قال لك شي ناس تما بدات كتشد فيهم بحال هكا انا كنت ناعسه ملي سمعناها الحمد لله اللي دارها سيدي ربي هي اللي كاينه حنا ما كنخافوا حتى من شي حاجه اللي جات من عند الله مرحبا بها علاش غنخافوا المرض اللي كتبوا علينا الله راه تا هو ناديو ما تنخاف شوف انا ما تنخافش من الامراض اللي دارت لك الله هي اللي كاينه علاش غادي نخاف انا من هذا المرض هو بغاه ليا الله ما عندنا من نديرو امر الله راه كيتصرف الحمد لله كبيره في الله قال لك راه فيها كورونا واش كورونا تا كبرت عاد جات الكورونا ترى الجوع هو اللي كيدير الكورونا وبنادم عنده هنا خاوي كاين لا كورونا لا والو كاين الله اكبر ويحيدوا عنا يشبعوا عباد الله راه ما كاين لا كورونا لا والو كنطالب من الجهه المسؤوله الا كان هذا المرض هذا كاين في الصح الا كان كاين في الصح يجوا يوقعونا ولي وكاين شي عيالات البارح كاع ما باتوا في ديورهم مشاو عاد عائلتهم من مراكش مشى الصحراء كلهم فين مشى من وين مشى الصحراء هذا انا مشيت الصحراء وليد مشى مشى دخلت مراكش كل شيء كيترعد وبنادم كيخاف كيقول لك هاد البلاصه ما نبقاش ندوز منها كيخاف مناش من كورونا 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 قال لك واحد لا غسلها بالصابون ما تدورش بالكورونا قال لك هذاك ما فهمنا والو غير هي خويا غير هي باش ما نبقاو نكذبوا على راسنا هي ما كناش شي حاجه رسميه هي خويا ما كناش شي حاجه رسميه بان السيده مريضه بصح السيده يلاه جايه من برا السيده اصلا كبيره في الله يلاه جايه من برا كبيره في الله وحسوا بهم حسوا بهم عيانه شويه ولا هذا تاسف الاسعاف قال لهم السيده يلاه جايه من برا عيانه شويه شوفوا الناس الله اكبر الناس جاو الناس ديال وصلح بالناس المسؤولين من سبع السيدة الله جاي من برا جاو لابس ديك اللبسه ديالهم جاو لابس ديك اللبسه ديالهم الناس من سبع السيدة الله جاي من برا جاو لابس اللبسه ديالهم وقين راسهم السلام عليكم خويا كورونا راه ما كايناش كورونا راه هو البشر على اللي بغى يمرض راسه ما خويا كورونا انسان اللي مريض مريض والانسان اللي كيتقاتل العجل ديالو الله يرحمه مولاي ديال ربي هي اللي كاينه حنا انسان كشعب واحده حنا كاع خوت ما كاينه حتى حاجه ان شاء الله بعيد الله حنا ناس مسلمين شادين بالله ما كنخافوش هاد الحامض اخويا ديال الله سبحانه وتعالى هاد الحامض دواء والشفاء وما نعاودش لك عليه المنافع اللي في هذا الحامض ما شاء الله والبركه مع امه محمد وبكل شيء هذا الشيء راه زوين ضربوا العصر ديال الحامض راه ما تكون لا كورونا لا والو ان شاء الله باذن الله السلام عليكم واللي مريض الله يشافيه